أصدقائي أحبائي، السلام عليكم، مرحبا بكم. بارك لالي غراب أو جامعة حديقة الجامعة العربية، فهي أو ياسمينة، فهي أسماء لي، يعني مسميات لي. مكان واحد، مكان رائع، عبارة عن مساحة خضراء ومتنفس لساكنة الدار البيضاء، وهو أيضا يعتبر ركيزة من ركائز ذاكرة مدينة الدار البيضاء، من باتريمون دو كازابلانكا. أونكور ألوغ، إنها يعني حديقة كانت لها صيت قديم، كانت معروفة يعني الناس القدام ديال مدينة الدار البيضاء سيتذكرون هذه الحديقة، حديقة ياسمين، التي كانت على شارع مولاي يوسف، والآن هي يعني كما لنقول أنها أدمجت مع حديقة الجامعة العربية. يفصل بينهم شارع مولاي يوسف وحديقة الجامعة العربية، يعني هي جاءت على شارع مولاي يوسف وشارع الراشيدي الذي يحدها من الجهة الأخرى، وعلى شارع الحسن الثاني الذي يكون في الجهة الموازية لها. وهذه الحديقة هي كما قلت متنفس لساكنة الدار البيضاء، جميلة جدا بمساحتها الخضراء وبألعابها يعني المتاحة للأطفال بالمجان، ألعاب ترفيهية بالمجان ودخول بالمجان، ويمكن يعني للأولياء والآباء للأطفال أن يجلسوا معهم ويتناولوا يعني يديروا بيكنيك في هذه المنطقة. كما قلت هي تحمل ذاكرة من ذاكرة الدار البيضاء، والحمد لله تم يعني تم تجديدها بطريقة جميلة جدا، فلا تف يعني لا تضيع فرصة الذهاب إليها، فهي سهلة جدا للوصول إليها. هناك ترام، يعني ترامواي يأخذ إليها، فيمكنكم تنزلوا في محطة محمد الخامس، هي أقرب محطة إليها، ومرورا على ساحة الحمام أو ساحة محمد الخامس أيضا، المكان الجميل أيضا الذي يستحق الزيارة، فتفضلوا وفرجة ممتعة.